سورة إبراهيم نبي الله إبراهيم باللغة مع عدري وسورة دي أفرية طبنا ترتيب القرآن الكريم ك آيات هذا وكنتم يلا با آيات سورة دو حاله ضعين المكي تاي من السور المكية بيتم تاي سورة مكان وهي أوكستان وعديان شركة إلا الدجالمان حق الشركة بالمثل أخلاق دوكله ويدسان واللغة فايدسان سورة إبراهيم وسورة داس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را نقول كما قلنا كما نقول وحن لها إنها هدى سيدان له تغري أو أهيد ألف يلام يرى معنى أهلو لكي الله باكرنا هذا كان كتاب كتاب وي كتاب كاسو أنزلناه أن دجيني إليك أريق حقاق الدجيني ما كتاب كله قد دجيني لتخرج الناس صدتك إنا كسارته من الظلمات المقديالك شركك إيا جهلك إنا كسارته إلى النور نور آدو صارته نور الإيمان يا نور العلم آدو صارته بيد ربهم ربي قد إذن كيسا يعني بتوفيق ربهم ربي قد وافجين تيس إلا هدان الله وافجين وحوي وحبقر المهيان إلى سراج العزيز الله عزيز جد كيسا آدو صارته اللي هي الحميد أمهتنا نور كي وحال لقب بدلي سراج العزيز الحميد كبدل نور كل شيء وحوي واجدك الله أو أه توحيد علم ويان النبي الله محمد وحق القرآن كله يقصه دجيه إنه ضد كبره كتا عليميه حق كوه قاميه هاي دعوة مرك الله أديكشن ما هي القرآن كي يصنى النبي وحانا هين دعوة الله أديكشن ما هي عقل وحيام ما لها لقصة أروريه ما الله أديكشن هي ضد كوه الله شيء الله وشرح لقوه قامينا يعني وقرآن كريم كي يصنى النبي قول لكن قفك مركو معاني في هاي ومؤمن هاي معاني في هاي مؤمن قال الله عن مركو يهي بس صنى الله أديكشن هي القرآن معاني مركو هي عقل بالله أديكشن هي إلا كان دليل كوما دليل كأطروحة أدليل ستوائنه مسلم إيهاي أكتش الدليل أو أركوي بركة قالة دي واحد ذاتك معاندين تي بدعاد إيه أغلب اللو أدك سنة يهوي إلا بدعاء اللفتيسو وتحريثين آيات يسود دونه وفسرين هذا كان كتاب كتاب أنزلناه عن دجين إليك حقاق الدجين لتخرج الناس ذاتك إنا كسارته من الظلمات المبديال وجهلك إيه شركك إلى النور إفتينك أسارته وإيمانك إيه علمك بيدك ربهم ربك قد إذن كيسي وافجين تيسا يادل خساري إلا هدان الله وافجين أدو وحبه أمتري كرتب إلا سراد الله ألجي تيسا تصاري العزيز غالب كوان عكد بشغين كرتاكين الحميد أمهاتنا وحوي خلقك إيا أبورك إيا عبادة هاني أفعش صدبوا لكم هاتين هاي الله وهي الله سو الذي أليه له أسونا ما في السماوات السماء وحكو صدا وما في الأرض أرض وحكو صدا ملكا وخلقا وتصرفا سبدي أرض الله حكوس من الله باله الله بأبو ري الله بكوس سرفي إعرابهان الله إذا علم تقار وحي أقريين مركي الحميد إذا لغو وقفنا الله بي أقريين مفتدي كدقيان مركي أن لغو وقفنا الحديدين حميد الله الذي لو ما في السماوات بينهم وقراءة السداسي مركي إعرابهان حدي الله لها والنعت والعزيز الحميد بين نعت أطهي الله إذا وحوي النعت والصفة معها الله الصفة معها واسم جامد أول بركة صفة من نقل بركة علماء وحيد عينه انت صفة لقد لقوا الله هل هو أوله اسم مستقه الله وحيد قد انتهى المنفرد الألوهية فإن قد انتهى هو الله وهي عزيزك الذي أليه له سبنا لما في السماوات السماء ذو حكسوغا وما في الأرض أرض ذو حكسوغا ملك أهاني يتصرف أهاني يخلق ما وويل نهبه سبنا هذه للكافرين قالت هو قاس من عذاب عذاب حق هذا شديد أدقون هو بقالة سنة هو قاس نوامح وعذاب شديد وهو يوقع كدر نمحيه يا ويلنا وامرك إليه مرك عندها ساران انت كهر رئيس ويسموك موغيسين يانو مقره سنة عذاب كاسيني فيه لكن مرك إلا أركو يا ويلنا ويلي ويلن هو بقاء سنة للكافرين قالة هو قاس من عذاب عذاب حقك هذا شديد أدق قالة واقوة مرك الذين كوا يستحبون الجعل أو كدر في الحياة الدنيا نلشان لو على الآخرة كدورتي ويسدون كهر جوكسد ذلك عن سبيل الله ألا وددئسا ويبغونها أي لد البيان وضد يبغون الله وضد أي لكها تنين عوجا قال الله أي لكها تنين وحيليه وحيابها توحيد كأيو عبادة وقال الله قار يلي وحيابها صورنا إلا قصاري الدنيا ومقع كلا الله بحيو وماشي جد مستقيمة وكاها سيدا يقو ربان أي وحقوفة ستان بيرهما إن يقو وضده مقع بحيان بيرهما أيه marka ma loob bixin kara magac diini ah ruux ma iska loob bixin kara way maya magac diiniga waxa bixiya
oo dariiqada islaamka sheega ee quraanka kariimka iyo nabiga muhammad un baa magacayn kara laakin magac inta la iska magacaabo haddii dariiqadu aad magacaabtay way oo loo la baxay marka dariiqatu muhammadiyya ama dariiqatu islaam ama dariiqatu quraan dariiqaan hay magac aad la baxdo qabo loo cabad la doonatay way mid kale waxay aayadu tilmaamaysa aqeedada qofku uu leeyahay waa inuu quraanka u geeyo isagu fikraddiisa waa inuu quraanka horta ka qaato oo aqeedadiisa quraanka ka soo waraabiyo way marka daliilki buu raacay laakin qofka hadduu inta fikrad isagu iska aamino quraanka ku soo leexiyo waa qolka quraanka qallo cala dalbayo fikrad iska aaminay kaasu quraanka daliil u raadinaya way allah wuxuu leeyahay gaalada hoogu sugnaaday waa kuwe alladina kuwa yastahibuna jacel oo doortay alxayaata dunya nolosha dhow cala laakhirati ka doortay wayasuduuna ka hor joogsaday khalqiga can sabiilillahi alla wadadiisa wayabquunaha yabquuna lahaa dariiqada la dalbaya sabiilka la dalbaya ciwajan qalooc la dalbaya inay qalluciyaan rabo magac kale u bixiyaan ulaa'ika kuwa noocaasihi fii dalaalin baadi bay ku sugan biciidin canil xaqi ka fog qofku heerkaa hadduu gaadho inuu diintii qalluciyo oo magacyo kale u bixiyo heerkaa hadduu gaadho waxa weeye rajada laga qaba inuu soo noqday way yartahay wey mar hadduu heerkaa gaadho qofku intuu shaki shaki ku jiro oo waxoogay uu cabsanayo waa la waanin karaa laakiin heerkaa calooladayga hadduus gaadho ulaa'ika kuwaasi fii dalaalin baadi bay ku sugan biciidin canil xaqi وما أرسلنا الله حليه وما أرسلنا ما أنان درين من رسول رسول ما أنان درين إلا أن درهيسا بلسان قومه قوم فيسا لغدي سالات درهي متلبسا بلسان قومه محاصد الله يلي ليبين إنو أعدي لهم إياك فيضل الله الله أولو من من يشاء وقفه دونه مركي لسانك اللوغو الشرح ويهدي الله وحوها نونيا من يشاء وقفه دونه وهو ألا العزيز غالب وي الحكيم وفلسان nabi kasta iyo rasuul kasta oo jira oo qolo loo diro luqada uu yaqaanay isagu sharxi karo yaa la diraa way marka macnuhu ma aha ajamiga looma dirin nabiga carabta kaliya loo diray macnuhu ma aha nabiga wax uma arsalnaaka illaa kaafatan linnaasi baale dadko dhan yaa lagu diray nabiyulaahi maxamed wuxuu yihi al axmar wal aswad baa la ii diray wuxuu yihi yahuudi iyo nasraani iyo majuusi cid kasta oo imaqlo oo nay rumaynay eelu naag bay noqonayaan marka waxa weeye meesha nabiga laga diray waa umulqura waa caasimada adduunka bartamaha adduunka weeyaan marka sidaasuu khalqiga oo dhan baa nabiga sidaasaa loogu diray oo qoomku kulli dadkao dhani waxay qoom u yihiin jaziiratul carab bay dadkao dhan qoom yihiin hareerahay ka degan waa la wada daris wey waxa weeye waa bartamaha adduunka waa umulqura wey midda kale waxa weeye luqada carabigu luqooyinka oo dhan markii la isu keeno luqada ugu nadiifsan oo ugu fasiixsan oo ugu macno ballaaran wey marka bartamaha adduunka middaka ee carabtu markaa nabiga la dirayo wax siyaasada ma lahayn dowlad ma lahayn ashbaal bay ahayn dad qabiila bay ahayn marka waa laga kala faa'iidaysa qabiila marba la leeyahay kan marba la leeyahay dii dadku dowlad iyo siyaasad iyo hoggaan leeyihiin waxa weeye sida loo dhexgalay way adag tahay wey ashbaal bay ahayn kala furfuran markaasaa tanfaraaruq baa ku dhacayo waa la kala loo kala sheekayn kara midda kale waa adduunyada bartankeedii tarjumaan la waayi nahay meel kastoo adduunyadiihi umul qura daris bay la tahay gobol walba daris buu leeyahay marka tarjumaan la waayi mahay marka luqada carabiga inaynu luqa ahaan baranno waajib bay inagu tahay aluqatu alcarabiya inaan baranno waajib bay inagu tahay maataama qur-aankeeni uu ku soo degay saan qur-aanka macnihiisa u fahamno dadkana u fahamsiino inaynu baranaa loo baahan yahay marka waxaa jira funuun loo dejiyey luqada carabiga ilaalinteeda ilaan saxaabadu waxay ahayd daliilka bay ahayd macnaha carabkoodaa toosnaa oo laxni iyo waxba kuma jirin carabkoodaa toosnaa oo adduunka ma aanay dhexgelin markay adduunka dhexgaleen luqada carab inay burburta laga yaabay iyo culimmada islaamku u dejiyeen bilowgii ugu horreeyey cali bin abi aalib buu ahaa ninkii bilaabay abidaalsud baa u imanaya markaas gabadhkiisay meel wada habeen baryeenoo waxa weeye samaday la yaabtay quruxda ma axsanu samaa'i bay tiri ma axsanu samaa'i marka waa istifhaamtaasi nijuumuhaa xidigaa qurux taa uma jeeday tiri waa la yaabanahay iftaxii faati buu quuli ma axsana samaa'a tacajub arooti buu cali bin abi aalib tiri warsaasaa dhacday buu marka waxoogay cadaf iyo wax noocaasoo kale ah yuu u qorqoray unxu naxwa haadaa buu oo waxa weeye ism iyo ficil iyo xaraf hataa cali bin abi aalib baa soo saaray unxu naxwa haadaa buu naxwa saasaaba loogu bixiyey marka waxa weeye alfunuun alcarabiya waxa weeye inaynu baranno waa laynooga baahan yahay si qur-aankaan u fahmno waxa weeye qur-aanka sirtiisa iyo macnihiisa aada looma fahmi kara sheekh allah wuxuu leeyahy wamaa arsalnaa ma anaan dirin min rasuulin rasuul ma anaan dirin ila bilisaani qowmihi tolkii luqadiisa mooye si kale kumaanu dirin liyubayina inuu u caddeeyo lahum iyaga oo u sharxo fayudilu llaahu alla wuu halleeyaa
ما يشاء وقفه دونه وما فهم كتابه ويهدي الله وهنا يا ما يشاء وقفه دونه أو شرح الله شرح يوحبه ترى ما يسادي الله اللي مناي وهو الله العزيز كغالب ويه الحكيم أفلسن شيء ولا يسوق أفسن يا أمام الله ولقد أرسلنا وان بفي حقيقة هان لام تلام القسم بيد هذا قدنا تحقيق وي ولقد أرسلنا حقيقة هان وحن أدري موسى موسى بآياتنا آياتها يجب على بفي أن أخرج قلنا لك وحن كنري أخرج أنت باب مفسرة أخرج كسر قومك تلقى ربنا إسرائيل يهرب بدا من الظلمات مود كسر شركك كسر إلى النور هانون كوسر وذكرهم كواني بأيام الله إلهي نعمتي سكواني عرفت اللقدة هذا النعمة أيام يكم قعما يوم يكم قعما النعمة كذا يوم كذا ما ليه بلا برواقة دوي نقلت أنوان استعمال لا يوم كل دواية برواقة ها غير في دواية في يعني نعمة يا هاي أحلى لها معلوم ونكسب بها وأشهد على سكر وين بأيام الله مركز عدوي كورن كذي معلمه بلايا يا معلمه برواقة كواني يوشك سيدي الله وق السحرية وقعنتي في العلوق بحية وقشاكة سيدي بدو قلنا بتجلين وقشاكة لباتوي من كي خدعي وقشاكة نعمة ذي هلان وقشاكة ما كان عبده والبوة نمدتك ورهب له إلهي كيا ودوكتها إلهي وكين وبرواقيين ورسدها سوك لك ولقد ارتلنا هو اندفع موسى موسى بآياتنا آياتها يجب على اندفع ومحان قلنا لي أي أخرج كسر قوم كتلك من الظلمات المبديال كشركك يجهلك كسر إلى النور النور كأصار وإيمانك يتوحيد كأسار وذكرهم كواني بأيام الله ألم مالمه سكواني مالمه عقابتها إيا مالمه برواقتها إن في ذلك وانتا وحاكسوغا يدرد الله درد إيا آيادها لآيات بآياتنا وآياته سقالكها كسوغات إن في ذلك أرنتا وحاكسوغا درد الله درد النبي الله موسى وآياتها للدرد لآيات أدلواوي لكل صبار صبر بدن كله دليلها شكور نشكر بدنا صبار يشكر وحكل إنشاريا وحكل فرديقا يعني حالة ضدك يهاي وحوي يقفك مؤمنين تا وحوي مركي نبكو سيرين وينو صبار نقضه مركي برواقة بيتيرين وينو ألا كل شكر وكل حمد يهوي وعلى بدا وقت وصوما مركا مؤمنك وحوي عجيب وي حالة بيسو لبدا وقود حيا مرنا بدن بكم اتيرو هدين نبتيرو الله بكو صبري وبريا دي برواقة جيتنا الله بكو شكري وضاعدو كرديني لا يوم في إن في ذلك أرنتا وحاكسوا الله آياتنا أدلوا لكل صبار صبر بدنا كل فعال وين شكور أو شكر بدنا أو نعمة على كل شكر والله سبحانه وتعالى رب الأحكام والعذاب الآخرة آخر عذاب كذا أشق وكرب بدنا بنا عذاب كأدونك كآخر كأدونك وبيرك على جواب آيو وعلى جواب صوتك على آيو قيد بسواها ريسين آخر يستجوا خلاصون لهم حصون هذا عذاب العذاب في الحياة الدنيا إنه ليش عدو والعذاب الآخرة آخرة آخرة عذاب كذا أشق كأذك وما اللهم مسرنا من الله إلا حق يستمر كي ليلة من واقل وحلال يوم السبت وحلك علم كرائي ما تشيره والله سبحانه وتعالى أعلمه.